مدحونها الجمهورية الصومالية مدني حسن شيخ محمود هو كسر مجلة النيروبي هي عا وح وبغشاك تجي مول كوين بي بي اس مول مجلة النيروبي هو مول كوين برج يبرتمها قارة أفريقيا وعنا هالكاس يكسر دوي حلبانك سن بالما ككين يا مامول كمول كبي بي اس مول هو غوري قدوميها مول كاسي معلم ولي سودوين كدب يا مدحونها الجمهورية الصومالية وفت بلارن وهو جامن يو يمسولين سرسر وكسن دولة ودن ككين يو كم ذي وزير الدفاع عدل ككين يا آذن برد عليه وهاي سعد دير كده مرن قيبها كل دوين يا مول كبي بي اس أيضنا هل كاسو مدحونها الجمهورية الصومالية كل كل ما يكون الناس شعب كواس وكسونا جذها مول كا مدحونها يا أنت زي كدب وح كل سودوين لو جسمي جذها مول كا وقرر المسؤولين تكسعوت الدولة ودن ككينيا يا جوب تكسر دوية مدحونها الصومالية مدحوني وحن كلها هاي دولة الصومالية ما دام يكسر بيرتي إيست أفريقيا أنا جانا جرب وين أنا كاره لني إن حافظ رجالي إن تعلق القصة كلتون هدي نمبر كوجه الرئي هل كان سوق ودا كاية كاني نين كان مسكح هذا بدن جيسيكا إسايميشن معلن ولي iyo gudoomiyaha CEO ga BBS Munir Ahmed marka waxaan doonayaa runtii madaxweynaha anigu muddo dheer baan isniqeenay intuu san madaxweynaha noqon markuu madaxweynaha noqdayna waa markii qaraxa igu dhacay aan burburay door jeer buu igu yimid halka Nairobi intaan anigu isbitaal ku jiro damcayn u yimaado مرايكن كان مران اسبتال كوتشيري نيويورك مدحوينها سلام بونا اي صدري حفظ اسمي وان تبعات كوه كشم وفي عدن زمان قالوا كي وقابي هاي شيخ الاداري وعن الولي وإدارة هاي إلهي حلاء وتقضيو ذات كماشا كوكا عصانا أنا إلهي قناع سبوضا من الكفاية وإذا كان كبحيا ومدارس المدرسة ومسجد في المساكين تبقوا لله هذا ما تبقى المدى الصومالية يوم مدى المسلمين تأيين كفا مدحونها الجمهورية الصومالية مدن حسن شيخ محمود ومناسبة كهلية يا أمهد علي بلشوين تصومالية قبت تصوع مرتية وحونا سيدو كلا أمهد علي مامولك مولك بي بي اس مول اي مقالة النيروبي للك المركة ونالك السفوق علي بديل كيسا إنها العكس من رمضان إنها الحيدة كأنه الأمني إنها السبيلنا للانا من رمضان أيها قابة أمني إنه أكسر هل وحي يقول باري هل وحي أن مرول باحترامنا وأنا هواي أنا بحكيشي قال كان قوانين تقولي هواي اللي ده أكبر بدل وأكبر لشان سيد أسترد قامو قدر كتبين أن إرادة وأمر توفي عن وأن سكر لكن هذا يا المسكين معلن هواي ولي محمد تولمان يونيفرسال تي في نيروبي.